السلام عليكم. احنا كواج تحت التحرير الان نتواجد على صفوات ساحه الخلاني. احنا الان لا تابعين لا الحزب ولا الجهه معينه ولا اي شيء. احنا جايين فقط نطالب بحقوقنا. احنا مطلبنا واحد ومطلبنا ثابت، انه هو تغيير النظام، وجايين نطالب بحقوقنا بشي مري غير هن ذن النقاط. انتوا تابعين الحزب تابعين شيء؟ كل شيء ما تابعين. هاي الشباب كله